تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس جامعة البصرة المحترم، وبمتابعة مباشرة من عمادة كلية الطب لبرنامج ادرس في العراق، تم الكشف على جميع الأجهزة المختبرية الموجودة في الكلية والتي تخص طلبة الدراسات العليا، وتم أيضا الإعلان عن هذه الأجهزة، مدى صلاحيتها للعمل وصيانتها للتهيؤ لاستقبال طلبة الدراسات العليا من شتى دول العالم. طبعا الكلية منذ بدايتها ومنذ تسنمنا إلى مهام العمادة حرصت على متابعة الأجهزة المختبرية ومتابعتها وتبليغ كافة الفروع العلمية بضرورة متابعة الأجهزة المختبرية وضرورة إدامتها وصيانتها وتفعيلها. الخطوات سارية والحمد لله والشكر، وإن شاء الله مهيئون لاستقبال الطلبة من مختلف دول العالم.